السلام عليكم. في إطار التطوير وتحسين المستثمرات الفلاحية الناجحة واللي تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلاد، يتم حاليا تطوير المساحات تاع الإنتاج تاع التفاح في ولاية خنشلة وبالضبط في بلدية بوحمامة، حيث يتم حاليا التحضير لإنجاز سد إذن على وادي الأزرق، وهذا السد اللي كان مطلب أساسي للفلاحين والمنتجين تاع التفاح في المنطقة هذيك. إذن بعد ما انطلقت الأشغال وتقرب الانتهاء منها في إنجاز السوق الوطنية في ولاية خنشلة خاصة بمنتوج التفاح، لنعرفوا أنه فيه أنواع كثيرة وبعض الأنواع هي عالمية مطلوبة كثير في الأسواق الأوروبية. إذن بعد الانتهاء من مشروع السوق الخاصة لمنتوج التفاح، الآن يتم الانطلاق في إنجاز السد يعني متوسط الحجم على وادي الأزرق ببلدية بوحمامة لتدعيم إذن الفلاحة والمستثمرات الكثيرة المختصة في إنتاج التفاح. نترككم تتابعون هذا التقرير حول الموضوع، والسلام عليكم. مساحات إضافية من أشجار التفاح بسهل ملاقو قابله نقص كبير في مصادر المياه بالنظر للجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الدولة تسجل سد بوادي الأزرق ببوحمامة والذي انطلقت به الأشغال بعد طول انتظار. الحمد لله كيبداونا في المشروع نتاع واد الأزرق كنا نعانيو من الماء، وبربي إن شاء الله راح المشروع هذا يعطي لنا الفائدة للمنطقة هذه والمنطقة تاع ملاقو. شني فلاح من بوحمامة شني نفرح سو مشروعي سو غادي ينطلق، وماذا بينا نزرب سو مشروعي لخاطر غنغ العباد ندورن. على ضفاف واد الأزرق وبقدرة استيعاب تتجاوز المليونين متر مكعب، سينجز هذا السد الذي يعتبر آخر عملية مسجلة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية المخصص لولاية خنشلة، وهو المشروع الذي جاء لحماية الثروة النباتية التي تتميز بها المنطقة سيما أشجار التفاح. المشروع هذا راح يسمح بحجز كمية من المياه تقدر ب 2.45 مليون متر مكعب، هذه راح تستفيد به المنطقة هذه منطقة بوحمامة والمنطقة كاملة. الحمد لله وفقنا الله باش ننطلقوا اليوم، والشيء هو الجميل هو أنه قلصنا من يعني أجال تاع الإنجاز، كان في الأول 16 شهر رجع إلى 12 شهر. الرهان هو استكمال الأشغال بهذا المشروع في أقرب الأجال لحماية بساتين التفاح وإعطاء آمال للفلاح.